المطلوب منا الآن أن نجد قيمة y، ولدينا هذه المتباينة التي تقول أن القيمة المطلقة لـ y زائد 22 أقل من أو تساوي 13.5. إذن المكان الجيد لأن نبدأ منه هو ربما أن نعزل القيمة المطلقة لـ y على الجانب الأيسر من هذه المتباينة. والطريقة الأفضل للقيام بهذا، يمكننا أن نطرح 22 من كلا الطرفين. إذن دعونا نطرح 22 من كلا الطرفين. في الجانب الأيسر يتم حذف هؤلاء، كان هذا كل شيء. إذن يتبقى لدينا القيمة المطلقة لـ y تكون أقل من أو تساوي ثم 13.5 ناقص 22. دعوني أفعل هذا هنا، 13.5 ناقص 22. الطريقة التي أتعامل بها هي أن أقول إنني أفضل دائما أن أضع العدد الأكبر أولا، أقول ناقص 22 ناقص 13.5 و 22 ناقص 14 يساوي 8، أو أن الفرق بين 22 و 14 هو 8، لذا الفرق بين 22 و 13.5 يكون أكبر من ذلك المقدار بنصف، بالتالي هذا يساوي 8.5، سيكون سالب 8.5. وبهذا نحصل على القيمة المطلقة لـ y أقل من أو تساوي سالب 8.5. الآن يجب أن يستوقفك هذا، لأنه عندما تأخذ القيمة المطلقة لأي شيء هل تعرف على ماذا ستحصل؟ إذا أخبرتكم أن القيمة المطلقة لأي عدد، أو سوف نقول أن القيمة المطلقة لA تساوي X، ماذا تعرف عن X؟ تعرف أن X ليس عدد سالب، إذن X ليس عدد سالب، إما أن يكون عدد موجب أو صفر. نقول هنا أن Y عندما نأخذ قيمته المطلقة يجب أن يكون أقل من أو يساوي عدد سالب، يقال أنه يجب أن يكون عدد سالب. هذا القول ضمني، إنه يجب أن يكون القيمة المطلقة لـ Y سالبة. ولا يجب أن تكون سالبة وحسب، وإنما يجب أن تكون أقل من أو تساوي سالب 8.5. نحن نعلم أنه إذا أخذنا القيم المطلقة لأي شيء فسنحصل على صفر أو عدد موجب، سوف نحصل على عدد غير سالب. لا يوجد عدد يمكنك أن تضعه هنا تكون قيمته المطلقة عبارة عن عدد سالب، بشكل خاص عدد يكون أقل من سالب 8.5. إذن لا يوجد حل لهذه المسألة، لا يمكنك أن تجد قيمة y التي تحققها، إذن لا يوجد حل. أراكم في العرض التالي.